أستاذ عبري كنا دائما نقول المجتمع الجزائري يعني يخفي، ليس يخفي، ربما نتفاجأ ونصدم بحجم ما يقع فيه من أزمات، مشاكل، جرائم، ساحات القضاء تزدحم بالكثير من القضايا. ولكن أنت على مسيرتك كمتابعة وحقوقية ومتابعة جيدة للقضايا الاجتماعية، هذه القضية عندما نقرأ تفاصيلها الأولى وكأننا بصدد قضية اختطاف لم نشهد لها مثيلا طيلة عقود، ما رأيك؟ نعم، وهو تماما سيدي الكريم الكلام الذي نتفق عليه. تقريبا ما يفوق 45 مليون جزائري استيقظوا صباح اليوم على خبر لم تشهده ربما الجزائر على مدار عقود من الزمن، حادثة اختطاف عمرها 30 سنة. يقال أن والدة المخطوف توفيت وهي قلبها محروق على ابنها لاعتقادها أنه قد اغتيل إبان فترة العشرية السوداء. والد المخطوف الذي يقال أيضا أنه فقد النطق والقدرة على الحركة حزنا على ابنه الذي لم يكن يفصل بينه وبين 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 المكان اختطافه سوى بضع من الأمتار. هذا مكمن الغرابة سيدي الكريم، هو ليس في جريمة الاختطاف بحد ذاتها، لأن حبينا ولا كرهنا هذه الظاهرة باتت موجودة عفوا في يوميات المواطن الجزائري، ولعل الإحصائيات المقدمة تباعا من طرف مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية لهي دليل يعكس ربما هذا الجو الكارثي والمأساوي الذي باتت تعيشه الدولة الجزائرية. ولكن الغريب في هذا هي مدة الاختطاف وأسباب الاختطاف. طبعا أنا سمعت على حالات اختطاف استمرت لسنة لسنتين على أقصى تقدير سنتين، وهذا في بالنسبة لحالات الاختطاف التي وصفت بأنها الأخطر وعلى يد عصابات منظمة تستمر ربما لمدة سنتين. لكن أن يفوق الاختطاف 30 سنة ويكون الأسباب بحسب ما يقال دائما أنها أسباب متعلقة بالشعوذة وأن هذا سنأتي على الأسباب، سنأتي على الأسباب أستاذ عبري.